اللي سولف لكم انه يوم شلون يبدي بداخل المكتبة. طبعا هسه بالخمسة الا ربع انا متأخر وعادي اني كضك ازدحام 10 دقائق او ربع ساعة، هذا الشي متعودين عليه. وهسه وصلنا للمكتبة. هاي المكتبة تكون على شارع الوفود. نشمر السيارة ونتمشى هسه ندخل لداخل نقول بسم الله ناخذ لي سلة ونبدي نجمع الشغلات اللي ما مصورينها او الجديدة. ندخل بوا القاطع، هو قاطع الالعاب. هذا القاطع كلش كبير، شكو لعبة ببالك راح تحصلها هنا. العاب تحدي، العاب تعليمية. هاي لوحات كريستال واسطة جديدة لازم نصورهن، وواسطة بعد بالحجم الصغير لازم ناخذها، وهذا الحجم ناخذ اوسا طبعا بقى الاشكال كلش. احنا نصور كم شكل يسال عليهم نقول له. نجي للقاطع الثاني وهو الهدايا. طبعا هذا القاطع يضم الكوزمتيك، يضم الشموع، اعياد الميلاد اذا حبيت تجهز عيد ميلادك هذا القاطع يكون بالكامل باعياد ميلاد. طبعا جايات مطارات ثلاثيه جديده هم لازم ناخذها. نجي نخليهن لحلى قاطع والكل يحبه، هو قاطع الرسم والاعمال. هذا القاطع اذا كنت من محبين الرسم كل شيء راح تحصل فيه، الفرش، الدفاتر، الالوان، العصارات. شوف شوف هذا كله صرنا هم ثلاث شغلات جديده جايه لازم نخليهن بسلتنا. بس عندنا قاطع النواعم مال القرطاسي، هذا القاطع استيكرات، اقلام رصاص، اقلام تصحيح، الساحات، مقطاطات راح يكون موجود بداخل هذا القاطع. الله اهم شيء هو السبلت ابويا. بما انه هسه المدارس خلصت تقريبا هذا القاطع اكنسله. وهسه نجي لاخر قاطع هو قاطع القرطاسي، دفاتر، السجلات، ادوات المكتبي، حاسبات، يعني هواي هواي اشياء تفاصيل. كل يوم راح ننزل لكم فلوج كل شيء تلقونه بداخل هذا القاطع. قصت لنا تو طلبيه لازم نشوفها. الشموع طبعا هاي تدرون الشموع تسويها حنا توفر بها 4 اشكال هم راح نصورها لكم. هسه لازم نجي نسلم على المعلم. هسه ناخذ الغراض اللي نريد نصورها ونصعد بالطابق الثاني. بيت تستفادون من هذا العرض دام هو بدربي هاي عباره عن علبه متكونه من 280 لون سعرها 7000 دينار. عندك التوت باك. هسه راح اراويكم الطابق الثاني. الطابق الثاني نواعمها، لوحات رسم، كتب خاصه بالاطفال، قرائن عندك هنا، عندك هنا المقالم، عندك حافظات طعام، هنا تبدا الروايات. طبعا المكان هيك وقت ولا غلطه الصراحه. شوف شوف الاجواء، تقدر تقعد وتقرا هنا. اللي يريد يحب يشوف القمر هم يقدر هنا. شوف شوف الاجواء، شوف واسطات كتب جديده يبركدونهن، لان كلهن عباره عن كتب جديده. هسه راح ناخذ هاي الطاوله ونصور بها المنتجات. نخلي المنتجات مثلا هسه عندنا هذا نبدا نصوره، من اخلص راح تلقونه موجود. هاي البساطه. بس دقيقه من اكمل وين اروح؟ انت من قاعد تصور وتجيك من نوره الحلوه تقول انا اريد اصور، ومسار الحلوه بعد هسه راح نصورهن. ما خلصنا كل الاغراض الموجوده ورجعناهن نجي نكتشف الفوق. طبعا عندنا قبعات مال لوفي، وهذا مال اخو لوفي. مال المعلومه انه اكو عرس صاير على ذني، يعني اذا عندك طالب ناجي تقدر تهدي له ورد. السعر 7.5 إلى 5000. طب بهاي الفروع انا احبها. عندنا هنا التجهيزات الهندسيه، هذا الورق والشغلات. هنا عندنا كل دفاتر الرسم بكل انواعها راح تحصل، هذا الخزن مالتها طبعا. عندنا بعد السلات، هاي شيء حلو. نجي للفرع الثاني، اهم شيء المجسمات العلميه بكل انواعها موجوده، الامور اللي تخص تحديد الجنين هم موجوده عندنا، محافظ بس هاي مال العام الدراسي ذاك، واهم شيء الزراعه. نجي للفرع الثالث، هذا الفرع من الساعه صورته لكم. عندنا بعد هنا تجهيزات المكتبيه، سيتات مكتبيه بكل انواعها، عندنا البي اي بي وعندنا الاعتياديه، هنا الكراسات، يعني اذا كان عندك طفل بالروض تقدر تجهز له من هاي الكراسات. عندنا بعد المجاهر، التجارب العلميه هم موجوده بهذا الطابق راح تحصل، العاب البازل هم راح تحصلها باكثر من نوعيه. جوا وفوق الله الكتب، هذا قسم الملازم طبعا. كل انواع الملازم راح تكون موجوده هنا. بعد قسم اللي هو قسم الاطارات، السوفتات بانواعها، اللوحات الجداريه، عندنا بعد الورد الاصطناعي موجود، اللي يحب يشرب المشروبات الحاره راح تلقى جهاز بالطابق الثاني، عندك الشوكليتيه والاسبريسو والقهوه الساده والنسكافيه والكابتشينو والموكاتشيونو. كاتشينو شنو؟ وشاي كرك والشوكولاته وشوكولاته بالحليب وشاي ليمون، صحك بالشاي ليمون كلش حلو. اوه الشوكليتيه. سننزل للطابق الارضي، شوف شنو الوضعيه، هذا هو المنظر من فوق بالقواطع. كل شيء تلقاه يم، اكو شغلات مهمة خاصة بالطباعة، يعني ورق طباعة الصور، بعد تجهيزات الشركات موجودة يمنا، هذا ما راح تعرفونه، واللي عرفه يكتب لي بالتعليقات. طبعا هذا أول فيديو لنا، لازم تحفزونا. أحلى شيء جامعة من تمر عليها وتشوف روحك. عندنا بعد جامات الخانة اللي بيها سوالف الهدايا، وخلصنا هذا اليوم، انتظرونا باكر.